إلى سكان الشاجعية والزيتون بالرغم من مبادرة وقف إطلاق النار، حماس والحركات الإرهابية الأخرى استمروا في إطلاقهم النار. لهذا سيقوم جيش الدفاع الإسرائيلي بالعمل بقوة وعزم للطرد من الجو العناصر الإرهابية والبنية التحتية التابعة لها في منطقة الشاجعية والزيتون التي تطلق منها الصواريخ باتجاه دولة إسرائيل. من أجل سلامتكم عليكم إخلاء بيوتكم حالا وفورا والاتجاه إلى مركز مدينة غزة، وهذا حتى الساعة 8 صباحا يوم الأربعاء 16/7/2014. العودة ممنوعة إلى هذه المناطق المذكورة إعلاه حتى إشعار آخر. جيش الدفاع الإسرائيلي لا يريد المس بكم وبأبناء عائلاتكم. الهدف من إخلاء المناطق هو لضمان حياتكم، كل من سيخالف هذه التعليمات ولا يخلي بيته على الفور حياته وحياة أبناء عائلته في خطر. אתה מדבר עברית מצוין, מה שמך? מה שלומך? הכל בסדר? צבא ישראלי כרגע, אנחנו צריכים להפציץ את הבית שנמצא באמצע, אנחנו עושים את כל המאמצים שלא יפגע בבתים האחרים שום דבר, אנחנו רק רוצים לוודא לפני כן שאין אף אחד מסביב. תקשיב שלא, כי עוד 5 דקות אנחנו מפציצים.